اخويا الكبير لو سمح لي يعني، علاء بيعابي، اللي دايما بيخلق في اي مكان بيقوده او بيكون موجود فيه الروح العمل الجماعي، ودي طبعا احنا ملاحظينها في لجنه النقل في مجلس النواب، روح الجماعه اللي بتعمل بيها لجنه النقل والحب اللي موجود فيها، ودايما كده يعني في اي مكان بيكون موجود فيه بيعلمنا روح القياده وروح الحكمه في العمل يعني. وطبعا بشكر جميع اعضاء هيئه المكتب. انا بس بضم صوتي طبعا مبدئيا لصوت زملائي النائب احمد سعد والنائبه اسماء سعد الجمال في مطلب المشروع لاهالي مدينه الصف. بس عندي مطلب صغير على قلبي بعد اذن سيادتك. احنا عندنا اطفيح موجوده ما بين طريقين، طريق الشرقي اللي هو طريق الكريمات والطريق الاسيوط الغربي. سيادتك طبعا عارف الطريقين كويس. طريق اسيوط الغربي طبعا يعني احنا بنشكر وزاره النقل، فعلا الفتره اللي فاتت قامت فيه بتطوير كبير جدا، وفعلا خلاص على وشك الانتهاء من التطوير الكامل بدايه من اكتوبر وصولا الى مدينه الصف واطفيح. طبعا ان احنا عندنا الطريقين دول يعتبر طريقين محوريين وطريقين مهمين جدا. احنا عايزين نربط ما بين الطريقين دول وما بين بعض، يعني اعمل نزله. احنا في حاليا دلوقتي عندنا نزله من طريق اسيوط الغربي لاطفيح، بس النزله دي مش مكمله لطريق اسيوط طريق الشرق اللي هو طريق الكريمات. فانا بطالب من سيادتك لو ينفع ان احنا نعمل دراسه المطلب ده، ان احنا نعمل وصله ما بين طريق اسيوط الغربي وما بين طريق الكريمات دايركت على طول، بحيث ان الطريقين يكونوا مربوطين ببعض. فدي هتسهل كتير جدا على الاهالي وهتربط الطريقين ببعض يعني.